بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا.
ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا ثقيل
نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاء يدخل من يشاء في رحمته والله